أعطهم كل شيء فهم أموات. قصة صقر من أهالي الأنبار غربي العراق، ترك طفلة لم تنعم بعد برياض الأطفال وفضل اللعب بالمتفجرات. عند الخاطر بنفسنا في سبيل نرفع الأبوات حتى لا تتفجر على بيوت الأخوان المدنيين. صايمين وصامدين. الحر، البرد، الصيام لم يمنعه من متعة فك العبوات، باحثا عن حياة طفل على حساب حياته. تحرير العائلة من قبضة داعش وتسللنا بنصهم إن شاء الله، ويا رب نوصل بخير وسلام. غرابة واندهاش حينما ترى إنسانا يمشط الطريق للمدرعة، وحتى حين تعرض لإطلاق رصاص في فخذه الأيمن ظل متمسكا بأهدافه لتخليص الإنسان من استمرار نزيف الدم. إن شاء الله أوعدهم كل خير وأوعد أهلنا بالأنبار، إن شاء الله موعدهم إلى الرجوع قريب جدا بإذن الله. أسفي إني لا أملك سوى حياة واحدة أقدمها لوطني كي ينعم بالسلام، وربما قصة الإيثار بأغلى غاية الجود هي التي أنهت حياته.